قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القيام بهذه الشريعة واجب على كل مسلم يحمل هذه الأمانة ويتحمل هذه المسؤولية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويزداد هذا الواجب وتعظم هذه التبعة على حسب ما عند الإنسان من فهم وعلم وانتساب إلى الوحي، وعلى حسب وضوح الأهداف وترتب الأولويات. ويفترض أن الرجل إذا بلغ من العلم هذا المبلغ ودرس سنة واثنتين وثلاثا وأوشك أن يتخرج في السنة القادمة، يفترض أن يكون له نوع غناء للدعوة، نوع كفاية، وأن يكون له نوع مسؤولية ونوع حرص على حمل هذه الأمانات، وأن يكون يعني حاملا لهذا الهم ليس في قريته ومحلته ويعني داره فقط، وإنما تتسع هذه الدائرة حتى لا يحمل هم الإسلام وكيف يفكر في قضاياه وكيف يعني ينظر في هذا الصراع العام بين الحق والباطل وبين المشروع الإسلامي والمشروع الغربي، وكيف يبذل النصيحة لمن هو فوقه من المسؤولين وأهل الولايات، وكيف يعني يسعى في نجاة نفسه أولا بتحقيق عبودية الله عز وجل، ونجاة غيره ثانيا ممن يلونه بمن فرض الله عز وجل عليه ذلك معهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم كيف تتسع هذه الدائرة على ما كان عليه المجدون الأوائل وأصحاب الهمم والعزائم، هذا إن لم يكن هذه ثمرة العلم وإن لم تكن هذه بركته فلا قيمة للعلم، والعلم إن لم ينفعك ضرك. ولهذا يعني يعاب على بعض إخواننا أن يعني يكون كسولا في طلبه، كسولا في عمله، كسولا في تحمله المسؤولية، بطيئا في حضوره وفي متابعته وفي مذاكرته في اقتراحاته ومشاركاته. هذا كله عيب يعني لا يليق بأصحاب الهمم، خصوصا مع النعمة العظيمة التي من الله عز وجل بها عليك حيث اختارك لهذا الطريق وأذهب عنك الشواغل وهيأك وهيأ الأمور لك، هيأك بأن وجدت من نفسك إقبالا ورغبة، وهيأ الأمور لك بأن وجدت يعني فرصة ومكانا وإخوانا ويعني أصحابا ومعينين. ولا شك أن حق هذه النعم أن تشكر، ومن شكرها القيام لله عز وجل بها وفيها على الوجه الذي يحبه ويرضى. نسأل الله تعالى أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا وأن يلوم شعثنا وأن يجمع كلمتنا وأن يذهب سخائم نفوسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد انتهينا إلى باب الحوالة والضمان، وأظن أخذناه، أخذنا الحوالة والضمان، وما أدري هل تضمنون لنا أنكم تذاكرون ولا تكفلون أنفسكم بالمذاكرة، ولا نحن مستمعون وفقط. المستمع
في هذا المنهج بالذات، منهج الفرقة الثانية، سوف يتبخر عنده شيء كثير. ربما منهج الفرقة الثالثة أسهل والأولى أسهل وأسهل، لكن فقه البيوع والمعاملات لأن كثيرا منه غير مستعمل عند كثير من الناس، فيحتاج إلى ضبط. ولهذا كنا كلفنا بعض إخواننا بأنه يتابع يعني ما نذكره من بعض الخرائط والأشياء، وأن يتابع أيضا يعني الصورة النهائية فيما تقدم حتى نوزعه عليكم، وقد يعني تكفل لنا بهذا لكنه لم يفعل. لا هي جاهزة بس لغاية الخمورة لغاية اللي هي الخيار بس. طيب والباقي يعني الباقي ده آخر نسخة يعني آخر شيء، مش شرط في صفحة واحدة، ممكن صفحتين. لا الصفحة الثانية لسه معايا. طيب جاري إعداد الصفحة الثانية. طيب خلي دي معايا عشان أفتكر وتبعك. ماشي. أنا عندي واحدة أيضا أخرى بس. طيب أيضا أنتم تتابعونه على هذا المهم، وأنا أنصح أن تفعل هذا بنفسك وأن يعني تتدرب عليه، وهذه الأشياء تتبخر في المرة الأولى والثانية والثالثة، لكن في الرابعة والخامسة يعني خلاص تثبت. لكن ما كانت لتثبت من المرة الأولى إلا عند يعني أفزاز الناس، ومع المذاكرة والهمة توشك أن تثبت، فإذا ذكرت أمامك عرفتها. يعني نأخذ مثال عملي مثلا، احنا قلنا العقود كلها لا تخرج من أقسام ثلاثة، سيبك من انت كاتبه وما تبصش الان، فكر معي هتلاقي نفسك بدأت ولو ما بدأتش في هذا المجلس وغيرك يعني بدأ وأتى بها، انت في المرة اللي بعدها خلاص بقى يعني عايز نوع من المعالجة. العقود لا تخلو العقود احدى التقسيمات، وهذه التقسيمات كثيرة، من ثلاثة اقسام. مين اللي يذكر معنا؟ احنا قلناها مرتين قبل كده. عقود تبرعات وعقود استيثاق توثيقات. اشهر العقود بقى اللي احنا لا، ما هو الارفاق هو الاستيثاق، وعقود معاوضه هو البيع والاشهر. يبقى اشهر حاجه في العقود عقود المعاوضه، بيع هذا بهذا بالثمن، وبعدين عقود التبرعات اللي احنا خدنا منها القرض والهبه لسه ما خدناهاش، والوصيه هتيجي ايضا السنه دي. واما عقود لا عقود الضمان، عقود التوثقات، عقود التوثقات التوثيقات الضمان والكفاله، وهيجي معانا النهارده الرهن. كل دي اذا مهم. ممكن نرجع بعد كده نقسم تقسيمه تانية. عقود ممكن نقول عليها لازمة من الطرفين. يعني ايه لازمة من الطرفين؟ يعني كل واحد ملزم، زي البيع كده والإيجار، أنا ملزم ما دام تم العقد ملزم بإعطائك السلعة، وأنت ملزم بإعطائي الثمن، نسميها لازمة من الطرفين. في عقود جائزة من الطرفين، يعني غير لازمة حتى لو عقدناها. هيجي معانا بعد درس ولا اتنين الوكالة مثلا. أنا قلت لك أنا وكلتك فإنك يعني تقبض لي ديني من فلان، هذا جائز مش جائز؟ يعني ممكن أنا أفك هذه الوكالة أقول لك لا خلاص ما تروحش، وممكن أنت كمان تقول لي لا أنا مش رايح. يبقى في عقد كالوكالة جائز من الطرفين، أنا لا يلزمني إن أنا يعني أمضي على توكيلك، وأنت لا يلزمك أن تمضي على وكالتي. بينما في البيع يلزمني ويلزمك. يبقى في عقود جائزة لازمة للطرفين وعقود جائزة للطرفين. هيجي معانا النهارده الرهن. الرهن ده أغرب، يجمع بين اتنين، لازم من طرف وجائز من طرف. ما واحد يرهن حاجة يبقى لازم من حيث الراهن، أنا رهنتك حاجة في مقابل دين، بعت لك حاجة وعليها فلوس، قلت لي ارهن، رهنت عليك البيت بتاعي، يلزمني لحد ما فك الدين ان انا، بينما انت لا يلزمك، انت قلت لي انا ليا فلوس عندك بس انا خد الرهن بتاعك مش عايزه. واضح؟ كثره التقسيمات هذه بتخلي الذهن يعمل ايه؟ يتسع، والملكه تنمو. عارفين زمان لما قلنا لكم على العجين
الجماعة بتوع الفطير ولا بيعمل ايه او الخباز، قطعة العجين بتكون هكذا كالكرة، وبيجيب النشابة يقعد يعمل ايه طولا وعرضا لحد ما تبقى اما رغيف واما فطيرة. نعم نعم. كتب الضمان هو عقد التبرع لجزء الزراعة العجين، فكنت كتبت كده في الحلقة الماضية. طيب ما التوثقات كلها عقود تبرع، مفيش تعارض، انت تبرعت بالضمان، بس الضمان ده ايضا عقد توثق، توثيق، تضمنتني عند فلان، فهذا من باب توثيق المعامله، مفيش تعارض بين عقود التوثقات وعقود الضمانات. طيب ناخذ الرهن. طبعا السنة أن تقول الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد، أما بعد قال الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد قال الله تعالى. ممكن واحد من إخواننا يخرج لهذا الرجل يعني يقول له يعني يسرع شوي. كل ما جاز بيعه يسرع وما لا فلا. نعم. قال المصنف رحمه الله باب الرهن. ولما قسمنا العقود إلى عقود تبرعات كالقرض والهبة، وعقود معاوضات كالبيع والإجارة، وعقود توثقات كالكفالة والضمان، وسيأتي أيضا الشهادة ومنها الرهن. فالرهن في الحقيقة أعلى مراتب الاستيثاق، أعلى مراتب الاستيثاق الرهن. وإذا سيظهر هذا كونه أعلى مراتب الاستيثاق يعني بذكر ما سيأتي. الأصل الرهن في اللغة الحبس، كل امرئ بما كسب رهين، رهين يعني حبيس عمله، ويراد به أيضا الثبوت والدوام. ماء راهن يعني راكد، ونقرأ في السياسة أو نسمع أقول لك الحال الراهن يعني الحال اللي الثابت نعم. في الاصطلاح توثيق الدين بعين يمكن استيفاؤه منها، توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها. أنا بعت منك يعني شيئا وصار لك في ذمتي 100,000 ومبلغ كبير، فأنت تخشى ألا أرده، فأردت أن تستوثق فقلت ارهن لي بيتك، فرهنتك بيتي، والبيت ممكن يأتي 500,000 أو نحو ذلك، حتى إذا رددت لك 100,000 عاد إلي الرهن اللي هو البيت أو السيارة أو نحو ذلك، سواء كان الرهن أكثر من الدين أو أقل يعني يشرع، سواء كان الرهن أكثر أو أقل. هذا معنى الرهن في اللغة والاصطلاح. ودليل الرهن ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد رهن درعه عند يهودي بيعني عدة أصع من شعير. والإجماع كذلك، أجمع أهل العلم على مشروعية الرهن. وحتى القياس الرهن من باب التعاون على المصالح المسلمين ومن باب حفظ الأموال ونحو ذلك. ولك الآن أن تستخلص أركان الرهن، الأركان اللي احنا تعودنا عليها في كل درس. أركان الرهن، الراهن، الراهن ده اللي هو المعطي، والمرتهن اللي هو آخذ الرهن، والمرهون، المرهون اللي هو المال اللي هو وثيقة الدين، والمرهون به الأول اللي هو الدين نفسه، مرهون به الدين اللي هو الموثق بالرهن.
من عندي المرهون والمرهون به. المرهون اللي هو المال اللي هو وثيقة الدين، والمرهون به اللي هو الدين نفسه. يعني أنت لك عندي 100,000 فأنا رهنتك السيارة أو البيت، يبقى الـ 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 الدين الموثق بالرهن اللي هو 100,000 هو ده الـ 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 المرهون. والمرهون به أو المرهون اللي هو المال نفسه اللي هو 100,000 اللي هو وثيقة الدين، والمرهون به اللي هي السيارة أو البيت أو الشيء الذي هو. والصيغة الإجاب والقبول، والصيغة دايما في الحاجات دي احنا قلنا المعاملات الأصل فيها العبرة في العقود بالمعنى مش باللفظ. يعني سواء الصيغة رهنتك هذا البيت تقول لي قبلت هذا الرهن، أو قلت لك خذ هذا البيت عندك حتى يعني أقضيك، نفس المعنى، ويعني يصح باللفظ ويصح بالمعاطاة. والرهن يمثل به للعقود اللازمة من أحد الطرفين دون الآخر. إذا تعاقدنا على عقد الرهن فالرهن لازم من الراهن وغير لازم من المرتهن، بمعنى أنه يقول خلي البيت معاك، خلي السيارة، يرد لك البيت، يرد لك السيارة، وقد بقي في ذمتك المال. قال المصنف رحمه الله: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. يعني هذا الضبط أن كل شيء يجوز بيعه يجوز رهنه، وبالتالي يعني يصح بيع السيارة وبيع الحيوان وبيع البيت، كل هذا يجوز رهنه. حتى إن الملكية توسعوا وقالوا يجوز رهن المنفعة خلافا للجمهور، المنافع نفسها. يعني أنا أجرت بيتا ليس ملكي فأنا أرهنك هذه المنفعة، الجمهور يمنع رهن المنفعة والملكية يتوسعون في هذا. يجوز رهن الدين عند بعض يعني أهل العلم، رهن الدين يعني أنت لك عندي 100,000 فأنا رهنتك 100,000 التي لي عند فلان. البعض منع من هذا والبعض وسع قال هذا ليس فيه ظلم ولا غرر ولا ربا ولا، والأصل في المعاملات الحل. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. وما لا فلا يعني الأصل أن اللي يجوز بيعه يجوز رهنه، ومن ذلك توسعوا فيه يجوز رهن مثلا أسهم الشركات لأنه يجوز بيعها فيجوز أيضا رهنها، الشيكات ونحو ذلك، النقود، كل هذا يجوز. وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. يعني فعش واحد يبيع يرهن الصور أو الكلب أو الخنزير أو الميتة أو الخمر، أشياء لا يجوز، هي في الشرع مهدرة، فإذا أهدرها الشارع أصبحت كلا بلا منفعة، فلا يجوز يعني رهن هذه الأشياء، الأصنام، الأشياء الموقوفة. سيأتينا باب الوقف، أصبحت ليست ملكا لك حتى يعني تبيعها. الذي وقف وقفا فعش يبيعه خلاص، لأنه لم يعد مالكا له. رجل بنى مسجدا على أرضه وبتكاليفه ثم وقفه، هذا مسجد، فينفعش لك أنا ليه مسجد أرضي وبنائي ومصاريفي، هو ليس ملكك حتى، لأنه وقف، والوقف لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. وما لا فلا. ولا يلزم إلا بالقبض. لا يلزم إلا بالقبض يعني متى يتم الرهن؟ الجمهور من الأئمة الثلاثة قالوا لا يلزم إلا بالقبض، يعني أنت رهنتني سيارتك أعطيني مفتاحها خلي بيني وبينها، لكن ما دامت معك فأنا لم أقبضها بعد فلا يلزمك هذا الرهن. هذا معنى كلام الجمهور من الأئمة الثلاثة خلافا لمالك. قالوا لقوله تعالى فرهان مقبوضة، فذكر الله تعالى القبض، ولأن هذا عقد إرفاق، وأن الرهن من عقود التوثقات، والتوثقات من معانيها الإرفاق، فلا يلزم بذلك حتى يعني يقبض الرهن الطرف الثاني. لكن الإمام مالك قال يلزم بمجرد العقد، يعني إذا قال تعاقدنا وقد رهنت كذا وما زال في يدي
فالصحيح انه يلزم بالعقد دون القبض، واخذ هذا من عموم قوله تعالى اوفوا بالعقود والمسلمون على شروطهم. والحقيقة ان هذا الذي عليه العمل، هذا الذي عليه العمل انه يرهن السيارة وهي معه وما تزال بيد صاحبها، ومع هذا لا يملك الراهن ان يفسخ الرهن. ومذهب مالك هذا رواية عن امام احمد ايضا. وبعض اهل العلم فرق، قال الرهن يأتي على قسمين، رهن تبرع ورهن شرط. رهن الشرط يعني احنا بنكتب في العقد ان فلان باع فلانا كذا وباقي من الثمن كذا وقد رهنه كذا لحين عودة الثمن، ده بيسميه مشروط في العقد. وهناك رهن لم يشرط في العقد يسموه رهن تبرع. فرأى بعض أهل العلم رأي الجمهور يعني لزوم القبض في انه لابد من القبض في رهن التبرع، اما في يعني الرهن المشروط فلا يلزم القبض. وهذا التفريق ايضا يعني له وجه بناء على قول مالك انه لا يلزم بالقبض خلافا للمذهب والقول الجمهور. كيف يفسر قوله تعالى فرهان مقبوضة والنص مذكور فيه القبض؟ على قول مالك يذكر هنا ان القبض محمول على زيادة الاستيثاق ليس على الإلزام، خصوصا انه في سفر، وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ولا يلزم. ولا يلزم الا بالقبض وهما مقلول ان كان مقبولا والتخليق فيما سواه. القبض معنى القبض مع كيف يقبض الرهن. المرهون نوعين، هناك اشياء يمكن ان يقبضها كما لو رهنه يعني شعيرا او يعني حيوانا او نحو ذلك يقبضه انه يخلي بينه وبينه. هناك اشياء لا يستطيع ان يقبضها، رهنه ارضا لا رهنه زرعا او نحو ذلك، فهو لن يعني يحمل له البيت وياتي به اليه، وانما يخلي بينه وبينه. ولهذا قال القبض وهو نقله ان كان منقولا، يعني قبض المنقول بالنقل، قبض المنقول بالنقل، يعطيه الثياب او الموزون او المكيل. وبالتخلية فيما سواه، الاشياء التي لا يمكن نقلها يخلي بينه وبينها زي البيوت والاراضي ونحو ذلك. ومعنى التخلية يعني رفع يد الراهن عن الرهن والتخلية بين المرتهن وبين الرهن. يعني يقول لك هذا البيت رهنته لك ومفاتيح البوابة من الخارج اهي، انت هتاخد المفاتيح مش هتاخد البيت، والبيت باقي كما هو. رهنتك هذه الارض وتركت لك يعني شأنها ويعني خليته، وهذا يسمى قبضا في هذه الأشياء بالإجماع. إذن العلماء يقول قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، نقل إن كان منقولا والتخلية بينه أو التخلية فيما سواه. نعم. وقبض الرهين المرتهن يقوم مقام قبضه، والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعزل. نعم، قبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، يعني أنا لم أقبض بنفسي وإنما أرسلت وكيلا أو نائبا عني، قلت له اذهب إلى فلان وخذ منه هذه الأموال واجعلها عندك رهنا، أو خذ منه هذا القمح أو هذا الأرز، أو خذ منه سيارته، أو خذ مفتاح بيته، أو وثيقة ملكية الأرض أو نحو ذلك، سواء فعلت هذا بنفسي أو بوكيل لي. قبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. والرهن أمانة عند المرتهن، توصيف الرهن هنا أن يكون أمانة عند المرتهن. الشارح بس تتعرض لمسألة لم يذكرها نصا، مسألة القبض شرط في اللزوم،
القبض شرط في اللزوم. الجمهور أن استدامة القبض شرط للزوم الرهن. يعني استدامة القبض يعني أنت أعطيتني الرهن فلابد أن يبقى عندي، تاخدوش تاني طول ما العقد أو طول ما الرهن ساري. استدامة القبض شرط للزوم الرهن. قال الشافعي ليس شرطا، يعني ممكن أرجع لك السيارة وأرجع لك البيت وأيضا الرهن باقي. والعجيب العجيب إن 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 الشافعي ممن يرى يعني شرط القبض زي ما تقدمنا خلافا لمالك. احنا قلنا الأئمة الثلاثة ومنهم الشافعي يرون أن لا يصح الرهن إلا بالقبض، ومع هذا قال لا يصح الرهن إلا بالقبض، ثم قال بعدم استدامة الرهن. والإمام مالك قال لا يلزم القبض، ومع ذلك قال لابد من استدامة. وهذا عكس عكس المقتضي. يعني كان مقتضى كان الأولى بمن يشترط القبض كالشافعي أن يشترط الاستدامة، وكان الأولى بمن لا يشترط القبض كالمالكية أن لا يشترط، لكن حصل العكس. وهذه من اللطائف أن بعض الأئمة قد يختار قولا ويختار قولا آخر لا يعني يتناسب معه عند التحقيق من حيث النظر، وإلا لابد أن له وجها. قال والرهن أمانة عند المرتهن. الرهن أمان، توصيف الرهن لما يكون عند المرتهن. البيت الذي ملكي أو سيارتي لما أعطيتها لك رهنا، هذه السيارة أو هذا البيت حاله عندك حاله حال الأمانة. وسيأتينا كتاب الوديعة اللي هي الأمانات، لأنه هذا الرهن حصل في يدك أنت المرتهن الآن بإذن من مالكه بإذن مني، وبالتالي معنى أنه أمانة المقصود إيه؟ أنه افرض حصل له شيء فلا تضمن هذا الشيء. يعني لا قدر الله السيارة يعني خرجوا جماعة البلطجية وزي بيحصل الأيام دي وكسروا سيارات البلد كلها أو الشوارع كلها، طيب أنت ما ذنبك؟ لو كانت السيارة عندي حصل فيها نفس الكلام، إذا أنت لم تتعدى ولم تفرط، رحت حطيت السيارة في ميدان التحرير مثلا، ده أنت حطيتها في الشارع عندك جنب البيت والسيارات توضع هكذا، وبالتالي أنت ما دمت لم تتعدى ولم تفرط فالرهن عندك أمانة، فإذا تضرر من غير تعدي ولا تفريط لم تضمنه، وإذا تضرر بسبب التعدي منك أو التفريط ضمنته. هذا معنى إن الرهن أمانة عند المرتهن، يعني لا يضمنه إلا بالتعدي. التعدي يعني تفعل شيء لا يجوز، أو التفريط، التفريط يعني تترك شيء كان واجبا عليك، كأن تدخل السيارة مثلا في مكان مناسب لها، أو تدخل الحيوان في حرز مناسب، أو تضع المال في يعني خزينة أو نحو ذلك. وهذا عند الجمهور مذهب أحمد والشافعي والجمهور، لكن عند أبي حنيفة المرتهن يضمن بأقل الأمرين من قيمته، قيمة الرهن أو قدر الدين. يعني أبو حنيفة يضمنه ولا يجعله في معنى الأمانات. وعند مالك لا يضمن في الأمر الظاهر كالموت والحريق، ويضمن في الخفي، وهذا أيضا قول له وجه. الأمر الظاهر لا يضمن، يعني رهنتك بقرة فماتت أنت لست، كان ممكن تموت عندي، لكن الأمر الخفي تضمن فيه، كما لو حصل مثلا شيء غير ظاهر فهذا يكون كأن فيه شبهة يعني تفريط أو تعدي فيضمنه. وقبض قال والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه، أيضا لو كان عند المرتهن جعله عند الأمين فالأمين كذلك لا يضمنه إلا أن يتعدى. لا يضمن إلا أن يتعدى، معنى هذا أنه لو حصل تلف للرهن من غير تعدي ولا تفريط فلا حرج على المرتهن. وهذا أيضا مرتبط بمعنى مهم جدا، أنه إذا كان عقد توثقات، عقود التوثقات عقود تبرع المرتهن فيها هو نفسه، فكيف يعني هو نفسه متبرع فكيف يغرم وهو نفسه محسن؟ هذا المعنى واضح. ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مطلوبا أو محلوبا، فالمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العدل، وللرهن غنمه
الله وغنمه من غلته وكسبه ونماله، لكن يكون رهنا معه. وعليه غنمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إماله، كفنه وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو مسكين. كفنه وإن أتلفه، نعم. يقول ولا ينتفع بشيء منه، يعني لا ينتفع المرتهن بشيء من الرهن. يعني إذا جعلت الرهن عندك أرضا فليس لك أن تزرعها إلا لو كانت هي تزرع، فأنت يعني تتابعها وما فيها، أو أنا أتابعها ويبقى لك يد عليها. إذا جعلت عندك دارا لا تسكنها، إذا جعلت عندك سيارة لا تستعملها. لا ينتفع بشيء منه، يعني المرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن مطلقا. لا، هناك أشياء لو لم ينتفع بها لحصل ضرر، ولهذا استثنى قال إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيحلب ويركب بقدر العلف. فيحلب ويركب بقدر العلف. عند الأئمة الثلاثة خلافا للمذهب لا ينتفع المرتهن بشيء مطلقا، لا ينتفع بشيء مطلقا. لكن المذهب وهو الأصح لوجود الحديث، المذهب يستثنى من هذا المركوب والمحلوب، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم. لماذا؟ الحديث البخاري الذي ذكره الشارح، الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. يبقى صاحب المرتهن يستعمل الرهن في هذه الأشياء التي تركب وتحلب، عند استعمال لا يضرها، بل يضرها عدم الاستعمال، في مقابل أنه ينفق عليه وبينتفع باللبن وبيطعم هذه. لكن أيضا في نفس الوقت يعني بيحصل أنه بيوازن بين هذه الأشياء، يعني يوازن بين الذي استعمله، قيمة ما استعمل وقيمة ما أنفق. افرض النفقة عالية جدا أكثر من الاستعمال، يبقى هو بيضمن الراهن بقية النفقة. وافرض العكس، نفقة زهيدة وهو يأخذ يعني أكثر، نعم. لكن الغالب في مثل هذه الصورة أن النفقة على قدر. إذن الأصل أن العين المرهونة إما تكون حيوان أو غير حيوان. غير حيوان ما يستعملوش. طب لو حيوان، الحيوان نوعين، المركوب والمحلوب، والحيوان غير المركوب والمحلوب. هذا غير المركوب والمحلوب لن يستفيد منه. طب المركوب والمحلوب في حديث البخاري. ولذلك في حديث حسنه في الإرواء، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن يعني لا يتلف، يعني ليس لأحد أن يعني يتلف الرهن على صاحبه اللي هو الراهن المالك، ولا يعني أن يضيع عليه ثمرته. له غنمه، يعني الغنم الأصل أن الغنم للراهن، يعني غنم هذا الحيوان لصاحبه، وعليه غرمه أيضا لو أن هناك غرما. إذن الذي ينتفع به فقط ما ورد في الحديث، ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف، وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكنه يكون رهنا معه. للراهن غنمه، ينضبط هذا بأمرين، إذن الراهن، إذا أذن الراهن للمرتهن وعدم امتناعه عن النفقة الواجبة، وإلا فمن حقه أن يمنعه من انتفاع بماله. يعني ممكن يقول له اشرب، ادفع انت، اعلف الجاموسة وخذ اللبن، هذا إذا أذن. ممكن يقول لا تأخذ اللبن وأنا هتولى أنا علف هذا الحيوان. والضابط الثاني يستفيد المرتهن بقدر النفقة كما قلنا، وبالتالي إن كان النفقة على قدر الخارج لا له ولا عليه، وإن كانت النفقة أقل
فيعني أو النفقة أكبر يرجع على الراهن بالفرق، وإن كانت النفقة أقل يعطي الزيادة للراهن أو تبقى في نماء الراهن. معنى قوله للراهن غنمه من غلته، يعني غنم الرهن الكسب الذي يكسب، الجاموسة ولدت عند المرتهن، فهذه هذا المولود من حق الراهن اللي هو صاحب من غلته، استعملها عنده سيارة أجرة مرهونة، فالكسب والغلة الأصل أنها ليست للمرتهن وإنما لصاحب الرهن. ونمائه، نمائه يعني نماء ملكه، يعني أجرة العبد والسيارة وما ولدته البهيمة وأرباح المؤسسة المرهونة، كل هذا لصاحبه. للراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكنه يكون رهنا معه، يكون رهنا معه يعني تبقى الحاجة أيضا مع الرهن، يعني الجاموسة ولدت خليها هي وبنتها في الرهن إلى أن يتم فك الرهن. إذن اتفقوا أن منافع الرهن للراهن ومع هذا تبقى عند المرتهن. أما يعني كسب الرهن فعند مالك لا يدخل في الرهن، كسب الرهن يرد إلى الراهن، لا يدخل في الرهن إلا الولد يبقى فسيل النخل والباقي يرد. عند أبي حنيفة الولد والصوف والثمرة وأجرة العقار والدواب ترد إلى، عند الشافعي لا يدخل شيء في الرهن مطلقا، أي حاجة يرجعها للراهن. وهذا الخلاف بين أهل العلم يعني يسير. قال وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكنه يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات، يعني جميع ما يلزم لحفظ العين المرهونة يكلف بها من؟ صاحبها اللي هو الرهن، رهنه عبدا قال عبد مات، مين اللي هيكفنه؟ المرتهن ما ليس له، يأتي صاحبه وهو الذي طب ويعمل ايه في الرهن؟ يجي يحط له واحد مكانه او يعطيه قيمة هذا العبد حتى يبقى الرهن. مؤنته حيوان يطعم أو قمح يحتاج إلى خزين وتكاليف مصاريف ونحو ذلك، كل هذا يلزم الراهن عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه ومخزنه وكفنه إن مات. وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته. نعم. وين أتلفه؟ غير الحيوان كسيارة مثلاً. ممكن تكتب. وين أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهن المكان. نعم. إن أتلفه لو أن الراهن هو الذي أتلف الرهن، كيف يتلف الرهن؟ أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق، رهنه عبدا ثم أعتق العبد فضيع على المرتهن الرهن وبالتالي يعتبر أتلفه. إذا أعتق العبد فعند أبي حنيفة وأحمد ينفذ عتق الراهن مع التحريم، يحرم عليه، لكن ما دام اعتقه فالشرع متشوف للعتق فينفذ العتق في المذهب وعند ابي حنيفه، ويؤمر الراهن باعطاء المرتهن بدلا، يبعت له عبدا اخر او قيمه الرهن. وفي روايه في المذهب اختار شيخ الاسلام انه لا ينفذ مطلقا، وهذا الراي ارجح، لان انفاذ الرهن هنا في اضرار بالمرتهن، أنت عليك مبلغ كبير وأنا قبلت هذا في مقابل الرهن ثم أعطيتني عبدا ثم أعتقته فكأنك يعني ضيعت حقي. ورواية ثالثة في المذهب هو قول مالك والشافعي أنه يفرق بين الموسر والمعسر، إن كان الراهن موسرا ينفذ كالمذهب أبي حنيف، وإن كان معسرا يخاف من أنه لا ينفذ كما يعني هي الرواية الأخرى.
إن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد أعطاه أمة ثم وطئ الأمة فولدت فأم الولد، سيأتينا في آخر المنهج هذه السنة يعني عند جماهير أهل العلم يقال إذا ولدت الأمة أعتقها ولده، لأن لما جابت ولد للسيد صار المولود سيدا للأمة، فلا يصح أن يسترق المولود أمه، لأن مسير الوالد يموت ويرث ابنه ماله ومن جملة ماله هذه الأمة، فبالتالي إذا أولدها فقد يعني ضيع عليها أن تبقى أمة عنده، لا يقال إن أم فلان الحر يعني صارت رهنا، هذا معنى أنه أفسدها على المرتهن باستيلاد، وفي هذه الحالة عليه قيمته تكون رهنا، يعطيه أمة مكانها أو مالا آخر أو يعطيه عبدا أو مالا آخر، فعليه قيمته تكون رهنا. أما بيع الرهن من الراهن فهذا فاسد باختلاف بلا خلاف، يعني ليس للراهن أن يبيع الرهن، بل هو ممنوع من التصرف في الرهن ببيع أو نحوه. وإن جنى عليه الغيب فهو الخاص فيه، وما قبض بسببه فهو رهن. ما قبض؟ وما قبض بسببه فهو رهن. إن جنى عليه غيره، جنى على الرهن غير الرهن، يعني واحد رهنه عبدا فجاء هذا العبد في أيام البلطجة والكلام ده طلع عليه جماعة يعني كسروه ويعني قطعوا يعني يده أو أنفه أو رجله وصارت جناية، من الذي يخاصم عن هذا العبد، المرتهن ولا الراهن اللي هو أصلا صاحبه ومالكه؟ الراهن، ولهذا قال فهو الخصم فيه. وما قبض بسببه فهو رهن، لا يخدو من الجناية يدخل في الرهن، يعني إذا اعتدى شخص على العين المرهونة فأتلفها، اعتدى شخص على العين المرهونة فأتلفها أو أنقص قيمتها، أنقص قيمتها، العبد لما انضرب ما عادش بيقدر يشتغل، فبدل ما كان بعشرة آلاف صار بخمسة، فالراهن يتولى المطالبة بالتعويض لأنه صاحب المال، وبالتالي التعويض لما يأتي يكون بدل عن الراهن أو النقص فيجعله مكانه. أنت أفسدت العبد خليته بخمسة، أو أفسدت السيارة بدل ما كانت بتباع بمئة ألف يعني أحدثت فيها إتلافات فنزلت إلى سبعين ألف، فأنا صاحب السيارة أطالب بهذا الفرق اللي هو التلاتين ألف، ولما يأتيني أجعله عند المرتهن، عندك سيارة على أنها بمية حصل إشكال خليها عندك، وهذه الثلاثون أيضا حتى نتم المئة. إن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن. نعم. افرض السيد عفى عن الجناية، خلاص أنا سمحتك، طب إيه ذنب المرتهن؟ والله أنت سمحته، هات لي تمن هذه اللي أنت سمحته فيه وخليه عندي وهو كله مالك، وأنا يعني يعني لأنه عقد توثق حتى أستوثق. نعم. وإن جرى الرهن فالمجني عليه أحق بالغرض، فإن فداه فهو رهن بحاله. هنا العكس، الرهن نفسه اللي بيجني، وهذا يتصور فيما لو كان رهنه عبدا، العبد المرهون هذا ذهب هو وضرب عبدا آخر، فطالب ولي العبد المضروب هذا العبد الضارب، والعبد الضارب هذا كان في عند من؟ عند المرتهن، وبالتالي الجناية هنا جاءت من الرهن نفسه، فالمجني عليه هنا تنازع هذا الرهن اللي هو العبد، هنا تنازعه جهتان، المرتهن يقول لا ده انت عندي رهن عشان اضمن حقي، والمجني عليه قال له لا ده انا عايزك لان انت ضربت يعني ضربتني او ضربت يعني ولدي، هنا في هذه الحاله يقدم حق المجني عليه على حق الراهن. لماذا؟ لان المجني عليه حقه تعلق برقبه العبد الجاني،
بينما المرتهن حقه متعلق بذمة الدين، ورقبة العبد الجاني مقدمة على ذمة الدين. واضح الصورة؟ إن جانا الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، يعني أقوى ويقدم على المرتهن، فالمجني عليه أحق برقبته. فإن فداه فهو رهن بحاله، لو جاء صاحب الدين اللي هو الراهن صاحب الرهن أعطى فدى هذا المجني عليه وقال له أنا يعني عبدي ضربك أو فقأ لك عينا أو كذا، هذه ديتك. وفي هذه الحالة يبقى الرهن بحال، لأن المرتهن هنا لم يتضرر. نعم، لأن حق المرتهن لم يبطل. إذا حل الدين فلم يوفيه الراهن بيعا وأوفي الحق من ثمنه وباقيه للرهن. نعم، إذا حل الدين، الرهن هذا عقد استيثاق في مقابل الدين. إذا جاء موعد الدين، أنا علي ليك دين في رمضان القادم ورهنتك سيارتي أو بيتي، إذا جئنا في رمضان فأنت الآن تريد أن تأخذ مالك في مقابل أن ترد علي رهني. إذا حل الدين فلم يوفه الراهن، جاء الراهن وقال أنا لن أعطيك شيئا، طب يا ابن الحلال والرهن عندي، تصرف كما تحب، هو عارف أنه مش يعرف يتصرف. بيع ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. هنا عندنا ثلاثة يعني أو ثلاث خطوات متبعة ذكرها الشارع في كلامي، أنه إذا امتنع من وفاء الدين، فإن كان أذن للمرتهن في بيعه في هذه الحالة يعني باعه المرتهن. أنا قلت لك لما يجي رمضان لو ما جبت لكش الفلوس بيع السيارة وخد دينك. إذا أذن الراهن للمرتهن في أنه إذا حل موعد الدين ولم يستطع إعطاءه المال فله أن يبيع الرهن وأن يستوفي منه، في هذه الحالة فعل. طيب، وإذا لم يكن أذن له في هذه الحالة يرجع إلى الحاكم، فإذا رجع إلى الحاكم يقضي للحاكم. الحاكم ماذا يفعل؟ يأمر الراهن أن يؤدي الدين حتى يفك الرهن، يأخذ الرهن. فإذا أبى الراهن في هذه الحالة الحاكم هو الذي يبيع بنفسه هذا الرهن ليفك الرهن لصاحبه ويعطي الدين. ويعني في هذه الحالة سوف لا يخلو ثمن الرهن من أنه يكون مثل الدين، عليك 100,000 ورهنتك سيارة ب 100,000، أو يكون أكثر منه لأسهل، عليك 100 والسيارة ب 120، يبقى الحاكم في هذه الحالة هيبيع السيارة ب 120 يعطيك 100 ويرد للراهن 20، أو العكس تكون أقل، في هذه الحالة يباع الرهن ويعطى للمرتهن ويطالب الراهن ببقية الدين. وهذا الترتيب في الحقيقة في يعني مسألة تأخير اللجوء للحاكم، هذا يعني حفاظا على أموال الناس لأنها محترمة، لا يلجأ للحاكم إلا إذا عجز عن، خاصة اللجوء للحاكم ممكن يأخذ وقتا ويعني تنتابه بعض العوارض الروتينية ونحو ذلك. فالأصل إن هو إن كان بينه وبين المرتهن اتفاق أنضى هذا الاتفاق. إذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيعا، ما قالش مين اللي يبيع، لأن الأول إن كان في اتفاق مع الراهن مع المرتهن هو اللي يبيع، وإلا لجأنا للحاكم والحاكم أمر الراهن إنه يبيع حاجته بنفسه، فإن أبى الراهن هنا نلجأ إلى أن الحاكم هو الذي يبيع. ووفي الحق من ثمنه وبقيه إن بقي للراهن. لكن أحيانا في مسألة عملية أن المرتهن نفسه يكون خايف أن الراهن يماطل، فالمرتهن يشترط على الراهن
يقول له لكن إذا لم تأتي بالمال في موعده فأنا يعني أجعل الرهن هذا ملكا لي. يعني أنت لو ما جبتش 100,000 يبقى السيارة بتاعتي، وقد تكون السيارة أغلى من هذا في مقابل الدين. عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم يرون صحة البيع في هذه الحالة، لأنك في صورة بيع كأنك بعتني هذه السيارة في مقابل الدين، وإلا أنت تستطيع أن تأخذ السيارة أو غيرها أو الرهن وتفكه. فلم يفعل. أهل العلم يرون أن البيع صحيح مع فساد الشرط للحديث الذي حسنه الشيخ الألباني، أنه لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. معنى لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يتلف ولا يذهب باطلا، ولهذا قال له غنمه عليه غرمه. ومعنى لا يغلق الرهن يعني لا يتلف، قالوا هذا اللي خلى السبب اللي خلى الشرط باطلا، لكن المعاملة صحيحة. والصحيح ان البيع هذا صحيح والشرط صحيح، لانه لا يغلق الرهن يعني لا يتلف ده الأصل، لكن هو صاحب هو الذي قبل أن يتلف، هو الذي رضي بهذا. قالوا الإمام أحمد نفسه فعل هذا، يعني في تفسير هذه المسألة، إنه رهن نعله بقالا، ذهب إلى بقال وأعطاه نعله وأخذ منه يعني طعاما، وقال إن جئتك في وقت كذا يعني بالمال وأسترد النعل، وإلا فهي لك، ومشى حافيا. وهذا دليل يعني عملي على اختيار الإمام أحمد لهذه المعاملة، ورجحه شيخ الإسلام والشيخ العثيمين. قال إن مفهوم الحديث لا يغلق الرهن إذا أخذ المرتهن الرهن قهرا مقابل الدين. لو أخذه قهرا، هنا اللي يعارض الحديث لا يعني يغلق الرهن على صاحبه، لكن هنا المرتهن أخذ الرهن برضا الراهن اللي هو صاحبه، وبالتالي ليس هناك إشكال. وطبعا ما فيش واحد هيعمل كده يقول له إذا لم تسدد لي الدين عند حلوله فالرهن يكون ملكا لي والراهن يوافق، إلا لما تكون المسألة قريبة. وإنه ما أحد قاله النعل، النعل يعني في مقابل هيكون زيادة شوية، لكن مش من لم يرهنه داره ويقول له إذا لم آتي في مقابل الطعام الذي أخذته خذها، لأنه هو في أوسع الحل أنه هو نفسه يبيع داره ويرده. إذن هنا عمليا مش هيكون إلا يقول لك السيارة دي لو ما أتيتش بالمال خذها، بكون عارف أن الثمن قريب، لا يلزم أن يكون نفسه، ممكن يكون أغلى، لكن أغلى يعني بشيء يسير. نعم. وإذا شرط الرهن أبا الضمين في بيعه فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. نعم. إذا شرط الرهن، واحد باع من واحد شيئا وعليه له مال فاشترط الرهن، قال ارهن أنا لا أضمنك أن ترد المال، أو اضمن أو هات من يضمن. تقدم معنا باب، يعني أنت عليك 100,000، أنا بقول لك أنا موافق في البيعة وموافق أن أؤخر 100,000، لكن بشرط أن ترهن شيئا أو تأتي بمن يضمنك، وهذا صحيح. فأبى الراهن قال له أنا لا أسلمك الرهن، وأبى الضمين أن يضمن، قال له أنا لا أضمن فلانا في 100,000. في هذه الحالة البائع اللي هو المفروض هيكون المرتهن في هذه الحالة يخير بين الفسخ، يلاقي رد البيع، خد يعني هات سلعتي وخذ يعني المبلغ الذي فعلته، أو إقامته بلا رهن، أو يقول أنا قبلت المغامرة وأن يبقى في ذمتك من غير رهن ومن غير ضمين. من المسائل المهمة هنا أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن ولو بإذن الراهن إذا كان الرهن بدين قرض. يعني إن كان الرهن هنا في مقابل قرض، فلا يجوز للبائع للراهن أنه للمرتهن أنه ينتفع. ليه؟ حتى لا يكون قرض جر نفعا. طيب إذا اتفق أو إذا أنفق المرتهن على الرهن فلا يخلو
إذا أنفق المرتهن على الرهن لا يخلو أن يكون بإذن الراهن، بإذن الراهن فيرجع عليه بالنفقة كالوكيل، أو يكون بغير إذن الراهن إذا يعني إذا تعذر استئذانه، في هذه الحالة أيضا يرجع عليه حفاظا على الرهن، لكن لا يتوسع. يعني واحد عنده بيت، خلينا الأول نقول الصورة الثالثة، أو يكون بغير إذنه مع إمكان استئذانه فلا يرجع عليه بالنفقة. واحد رهنك البيت وجاء المطر، فالمطر يعني أثر في سطح البيت، فصاحبنا جاب العمال وأنفق حتى يعمل عازل ويخلي حفاظا على البيت، فالمرتهن هنا أنفق على الرهن. إن كان يمكنه أن يستأذن الراهن وأذن له الراهن فلا إشكال، ممكن تأذن لي أن أنا يعني أعزل السطح حتى لا يتأثر ويسقط السقف، قال أذنت لك، طيب أنا صرفت 10,000 خذها ما دام بإذن ليس هناك إشكال. طب إذا لم إذا تعذر استئذانه وفي ضرر، لم سافر أمريكا وزمان لسه ما كانش في نت ولا في يعني فت، ماذا يفعل؟ هنا المصلحة أنه يصرف ويقول له أنا تعذر الاتصال بك، وكانت المصلحة في هذه الحالة يرجع عليه، هذا لضمان صحة الرهن، هذا لمصلحة الراهن في الحقيقة. لكن إذا فعل هذا بغير إذنه مع إمكان أن يستأذنه في هذه الحالة لا يرجع عليه بالنفقة. طب ليه ما قلت ليش أنك هتعزل البيت أو تصلح السطح وأنا كان ممكن أنفق أقل من هذا؟ في هذه الحالة كان يلزمه أن، من المسائل المهمة العملية ما يسمى بالرهن التأميني. إحنا كل الرهن اللي بنتكلم فيه بيسمى الرهن الحيازي، الرهن الحيازي اللي هو أنك تحوز الرهن عندك، أن المرتهن يحوز الرهن عنده، تديله السيارة عنده، البيت، تخلي بينه وبين الأرض. لكن هل يصح الرهن التأميني؟ معنى الرهن التأميني أنه يرهن شيئاً ويبقى هذا الرهن تحت يد المدين اللي هو الراهن ينتفع به، لكن لا يستطيع أن يتصرف فيه تصرفاً ينقل الملكية. يعني مثلاً واحد رهنك السيارة وقال لك خلي السيارة معايا يعني أنتفع بها حتى أسددك، لكن أنا كتبت لك عقد رهن، وما دام السيارة مرهونة أنا لا أستطيع أن أبيعها. واضح؟ هذا اللي بيسموه الرهن اللي التأمين، فهذا لا يضر بمصلحة الدائن المرتهن، بس هو هيتخرج على قول المالكية اللي قلناه في الأول أنه لازم القبض، يتخرج على قول المالكية عدم اشتراط القبض، وإلا الجمهور باشتراط القبض، ترهني السيارة هاتها. على قول المالكية أنه لا يلزم القبض، أرهنك السيارة وخليها عندي وبالتالي أنا أستعملها وأكتسب منها، ويبقى أنت إيدك على الرهن رهن زي ما قلنا رهن تأميني. هذا من المصالح المرسلة ويصلح مخرجا لمعاملة مشهورة غلط. جماعة اللي بيشتروا سيارات من البنوك ونحوها وحتى يضمن سداد الأقساط بيعمل له إيه؟ حفظ ملكية. حفظ الملكية هذا غلط من حيث الشرع، لأن مقتضى البيع تسليم السلعة للمشتري وانتفاعه بها في مقابل أخذ البائع الثمن، فأنت كده أخذت الثمن وانتفعت به وأعطتني السلعة ومنعتني من الانتفاع بها، فحفظ الملكية أصلا لا يصلح من حيث الشريعة. فهنا يكون النظام الرهن التأميني مخرجا شرعيا مناسبا في هذه الأشياء، وذلك لما نتعامل مع البنك الإسلامي اللي هو يعني بيشتري لنا ولو هيئة رقابة شرعية ولو لائحة شرعية، ممكن نقول له بدل ما تحفظ لي الملكية وهذا خلاف الشريعة وخلاف القوانين الشرعية، أنت أعطيني السيارة التي اشتريتها منك شراء صحيحا في مقابل، وأنت تضمن حقك بهذا الرهن التأميني، ارهن السيارة وخليني أنتفع بها وهي أيضا مرهونة فلا أستطيع أن أبيعها ما دامت مرهونة إلى أن ينتهي
سداد الأقساط وحينئذ أفك الرهن. يبقى هذا الرهن التأميني مخرج مناسب بدل حفظ الملكية المشهور الذي لا يصلح شرعا، لأنه مع حفظ الملكية أنت منعتني حقي. مقتضى البيع إن, إن, إن أنت تخلي بيني وبين السيارة إن الحق إن أنا بيعها مش أنا تملكتها، إزاي أمتنع عن بيعها؟ طب وإزاي في الرهن ما تبيعهاش؟ الرهن كده مقتضى الرهن أني ممتنع عن بيعها حتى أسدد، هذا في الرهن المخرج شرعي، لكن في البيع ليس له مخرج شرعي. وبالتالي يكون هذا جواب السؤال الذي ورد، حفظ الملكية هل يعد من أنواع الرهن؟ لا، حفظ الملكية مش هو، لو أثبته أنه رهن يبقى هذا مخرج. ذكرتم في المرة الماضية ضوابط البنك الإسلامي، ومع ذلك تظل أخطاء الموظفين الفردية وما يجبر البنك المركزي البنوك عليه، فليكون الأفضل عدم التعامل مع البنوك الإسلامية أو نتعامل معها ونخرج الأرباح في مصالح المسلمين وأي البنوك؟ نعم، المسألة فيها سعة، باب الورع مفتوح، لكن المفتي الذي يبين للناس يعني الجائز من المسائل اللي فيها يعني إشكالات اقتصادية ومع الإشكالات الشرعية يرجع فيها للناس اللي هم أخبر بالجانبين. والشيخ علي السلوس يعني عمل شطرا طويلا من زمانه في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية في الدول المختلفة، وهو من حيث الشريعة يعني عالم، من حيث الخبرة العملية بنظام البنوك ونحو ذلك خبير. وأنا هنا أنقل فتوى أنه يعني لا بأس بالتعامل مع البنوك الإسلامية بهذين الضابطين، أن يكون في هيئة، أن يكون في لائحة شرعية، وأن يكون في هيئة رقابة شرعية. وبالتالي نحن نقول للناس الأمر واسع في الـ في الـ في الأرباح المأخوذة من يعني المضاربة ونحوها، بشرط نكون عارف إيه اللي بيحصل. واحد بقى عايز يتورع يقول لك أنا مش هتعامل أصلاً ولا مع البنك الإسلامي، هو حر، أو مش هتعامل والأموال لن أستفيد بها، هو حر، لكن لا نلزم بهذا. فائدة هذا الكلام تسهيل على الناس أو مباركة المشروع الإسلامي والبنوك الإسلامية، لأن الجماعة المخالفين عايزين يجعلون الأمر مستويا، بنوك إسلامية زي بنوك غير إسلامية كله حاجة واحدة، بحجة أن الجميع يتعامل مع المصرف المركزي. التعامل مع المصرف المركزي أمر اضطراري، وبعض الأخطاء اللي تتولد من هذا ليست فيه، والبنك الإسلامي حريص على عدم المخالفة. وبالتالي لا أرى فتوى من يقول أمر كله زي بعضه، إسلامي زي غير إسلامي، هذا الكلام يعني يضر وهذا غير صحيح. إذا كان الرهن غير حيوان كسيارة أجرة، هل المرتهن أن يؤجرها ويأخذ الأجرة أم يدخرها لحساب الراهن؟ أعتقد الجواب صار واضحا، له ولا ليس له؟ ليس له، لأنها ملك للراهن، وآخره أنه يتبعها ويحفظ هذه الأموال للراهن، على خلاف هل يأخذها مرة واحدة. احنا قلنا خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول زي الشافعي وغيره كل النماء يرد إلى الراهن، والبعض يقول يترك يعني مع. وقد نقول إنه إذا كان 100,000 والسيارة ب50 خلي النماء عند المرتهن لأنه له أكثر من هذا، وإذا كان أقل رده. وقد نقول إذا على ما يتفقان، إحنا هرهنك السيارة بس الريع يعني يرد إلي. وإذا كانت سيارة ملاكي له أن يستعملها، لما تيجي ترهن بقى لما نقول لك المشكلة، طبعا ليس له أن يستعملها. تاني ما فهمتش كلامك. واحنا طبعا ماشيين بالنظام انك تكتب، بس احنا عشان خلصنا الدرس. هل الدين تدخلت مسألتين في بعض. لا
في مسألة أن المرتهن هو الذي يشترط على الراهن أنه إذا لم تأتي بالدين في محله فهذا الرهن لي أتملكه، فإذا قبل الراهن فالأمر واسع، وعادة لا يقبل الراهن إلا لما تكون مسألة قريبة. مسألة تانية بقى اللي هي آخر مسألة في كلام المصنف، أنه إذا حل الدين ولم يأتي الراهن بالدين فللمرتهن أن يبيع الرهن وأن يستوفي دينه وأن يرد الباقي إن كان هناك باقي إلى الراهن. فهمت؟ لو ارتهس بس هو ربك لو باعه ما ملكه لو حبيت أرجع دين واخد باع إيه؟ باع إيه؟ يعني مثلا هو قال لي اشترط إنه لو اشترط المرتهن إنه ياخد السيارة لو كان عرفت لي انا بقول اكتب السؤال عشان لما انت عارف تتصوره انا اعرف اتصوره معاك، لما انت متردد في ايه اللي يخلي المرتهن يبيع الرهن، هيبيعه في حالتين، اما يبيعه لما ياتي وقت الدين ولا يدفع الراهن فالمرتهن هنا يبيعه لكي ياخذ دينه وهذا بعد اذن يعني الراهن نفسه أو بعد إذن الحاكم إذا أبى الراهن إن هو يبيع فالمرتهن فللحاكم أن يوكل المرتهن في إنه يبيع ويأخذ دينه. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون بين الراهن والمرتهن اتفاق، لو أنا ما جيتش الفلوس تمعادها خدها بقى تملكها خدها بيعها أنت حر. فبعد هذا إيه اللي يخلي الراهن أنت بقى عايز تطلع حاجة تقول ممكن يرجع في كلامه؟ هو الراجل ماشي على كده أنت هترجعه في كلامه ليه؟ يرجع في كلامه ازاي؟ هو يبيعها ازاي اصلا؟ مش ممكن اصلا ايه؟ هو انت بتقول لو الراهن حب يبيع السياره عشان تجيب سعر اقل واصلا ما يرضوش، هو لو عايز يبيعها ما يبيعها من الاول، ايه اللي يخليها يتركها للمرتهن ليه؟ اذا اذن الراهن للمرتهن ان يبيعها خلاص ليس له ان يقول ده انا كان ممكن ابيعها بسعر احسن، طب ما كنت خدتها وبعتها. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.